استعدنا لأيام العيد استعداد كامل في الثلاث فروع، ثالث ورابع يوم العيد زي ما اتفقنا أول يومين بيبقى يعني زيارات عائلية أكتر منها والتواجد الأعضاء جوه النادي. استعدينا طبعا زودنا عدد الكراسي لاستقبال الأعضاء بحيث الكرسي يبقى موجود أي وقت العضو يجي يلاقي مكان كويس يقعد فيه، ما يتعبش ان هو يلاقي مكان مناسب ليه في اليوم دوت. من الصبح بالليل استعدينا من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 12 بالليل في الثلاث فروع زي ما قلت لحضرتك. بالنسبه لمقر الجزيره كان عندنا حفله ثالث يوم العيد، مطربه جت غنت معانا رحاب مطاوع من الاوبرا المصريه، طبعا لاقت استحسان الاعضاء بشكل كبير جدا وملاحظ الحمد لله، اعتقد القناه كانت بتصور في اليوم ده لايف. وكنا الحقيقه مستعدين كمان بالخدمات كلها في النادي على اهبه الاستعداد الحقيقه وكذلك الامن. وفي نقطه برضو مش عايزين ننساها، حمام السباحه عشان هي كانت بعيد عن منطقه الحفله بس ده من ضمن استعدادات النادي لاستقبال الاعضاء في اليوم ده، الجو بيبقى حر اعضاء كبيره جدا. فالحقيقه انا برضو بنتهز الفرصه وبشكر الاداره اللي معايا كلها في النادي من اداره الامن متمثله في العميد علاء، إدارة الخدمات متمثلة في الأستاذ محمد الألفي، حمام السباحة في الدكتور ياسر الرزاز. أنا بشكرهم بالمناسبة دي في القناة بشكرهم شكر خاص، وطبعا بدعم كامل من سيادة العميد محمد مرجان مدير التنفيذي اللي احنا بنلاقي منه بصفة مستمرة الحقيقة دعم وتلبية لكل طلباتنا عشان في الآخر نلبي العضو طلبات العضو ان هو يجي يلاقي كل الاستحسان وكل رغباته تبقى مجابه. يعني الاول كان في شو اطفال بسيط وبعد كده كان في يعني ورشه عمل بيعملوا فيها على شكل الخروف والكلام ده كله واباجوره وبتاع. برضو كنا مدين تعليمات واضحه وصريحه من اداره الخدمات الحقيقه للمطاعم ان هي تبقى برضو على اهبه الاستعداد لاستقبال العضو، موفره كل الاكل اللي ممكن يلاقيه بحيث ان هو برضه زي ما قلت حاجه ما يلاقيش هم وما يعتلش هم ان هو يلاقي كل حاجه متوفره بالنسبه له. وزي ما قلت لك برضه من الشماس ومن الكراسي والامن الحقيقه كنا يعني اعتقد ان العضو برضه ما حسش بمشكله في اليوم ده، وكان زحمه جدا الحقيقه النادي. واحنا بنزود عدد الكراسي بكم هائل بحيث ان هو لو لغايه 15000 عضو ممكن يجي يلاقي كراسي، يلاقي المكان بتاعه موجود نظيف، يلاقي في اي وقت شمسيه مفتوحه في الحر. بالليل الحقيقه بنوفر برضو مراوح كتيره جدا في الجنينه الرئيسيه، كنا عاملين ستيج محترم جدا قدام الشاشه العملاقه اللي هي الحقيقه برضو كانت عامله رد فعل جميل جدا لان احنا كنا مشغلين عليها اللوجو بتاع النادي والاغاني، والحقيقه الخلفيه كانت عامله بالتالي بنت في التلفزيون هي كان شكلها جميل جدا. وما اعتقدش ان العضو لقى حاجه، يعني العضو عايز يجي يلاقي المكان اللي يقعد فيه كويس، كل الحاجه اللي هو عايزها هيلاقيها من اكل من شرب من الاطفال اللي بيلاقوا مكان لعب الاطفال كان جاهز لاستقبال الاطفال بصفه مستمره، غير ورش العمل اللي اتعملت بالشكل هو اللائق بعضو النادي. رابع يوم كان مينلي معمول بالذات للاطفال، حفله اطفال كامله دي بدات من الظهر الحقيقه لغايه قبل ماتش الاهلي الحمد لله. بالمناسبه ببارك للاهلي طبعا ان شاء الله، واحنا الاهلي على طول بصراحه يعني بيفرحنا. قعد الحفلة من الصبح لغاية الساعة 7 قبل الماتش بساعة ساعة ونص، بدأنا نركز إن إحنا برضو إحنا بنرص الكراسي قدام الشاشة بحيث إن العضو برضو يبقى موجود في مكانه في نفس المكان وبيشوف الشاشة بيشوف الماتشات وبيشوف كل حاجة. فزي ما قلت لحضرتك الحمد لله اليومين عدوا، ودي عادة النادي الأهلي إن العضو في العيد دايما بيلاقي كل المزايا وكل الراحة اللي هو بيلاقيها في النادي بحيث إن هو يجي يقضي يومه من الصبح بالليل يتبسط. الاطفال بيتبسطوا جدا، الكبار بيلاقوا كل حاجه بيعملوها، اكل متوفر بصفه مستمره، الكراسي نظافه الامن. وزي ما قلت لحضرتك انا بشكر كل الاداره وبشكر طبعا سياده العميد محمد مرجان اللي دايما بيدينا الدعم والسبورت بصفه مستمره الحقيقه.